طيب هنروح لموضوع تاني. حد من اهالينا في السلوم حصل عنده نفوق لاتنين من الابل من غير ما يعرف ايه السبب. الراجل على طول عمل شكوى، استجاب لها المحافظ وتم تشكيل لجنه من مديريه الطب البيطري وجامعه مطروح، وده للكشف عن الجمال ومعرفه سبب النفوق. ده طبعا ليه؟ عشان نقدر نحمي بعد كده باقي القطيع. خلينا نعرف تفاصيل اكتر. معانا على التليفون الدكتور سعد جويلي، وكيل وزاره الطب البيطري. يا دكتور صباح الخير في مطروح. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير على حضرتك وعلى الشعب المصري كله. يا اهلا بيك يا فندم. هل عرفنا سبب النفوق؟ والله يا فندم، هو سبب النفوق اصلا مبدئيا اصلا هو عباره عن مرض بكتيري اصلا يسمى باستريلا او التسمم دموي، وده بينتج عن نقص المناعات لبعض الحيوانات وتعرضها لبعض التغيرات الجويه. فده بيؤدي لان المناعه بتقع شويه، والميكروب الباستريلا ده او بكتيريا الباستريلا دي احنا بنسميه اللي هو الايه؟ يعني الصديق اللي لما يلاقي فرصه ينقلب الى عدو. يعني هو طبيعي موجود في الحيوانات عادي، بس مجرد تعرضها لاي اجهاد او تغيرات جويه بيبدا ينقلب الى حاجه اسمها باثوجينيك او الى عدو بقى، ويبدا يبقى يظهر الاعراض المرضيه. لكن اللي احنا نعرفه يا فندم ان يمكن الجمال او الابل عامه من الحيوانات اللي بتستحمل درجات الحراره يمكن العاليه كمان، فهل يمكن تغير الطقس المفاجئ هو اللي عمل كده؟ هو غالبا اصلا ده كان راي اللجنه اللي راحت اصلا بالاشتراك مع جامعه مطروح قسم الامراض المعديه. وتسمحي لي حضرتك اسرد بس يعني الواقعه بس طبعا. بصراحه طبعا اتفضل يا فندم. حضرتك طبعا احنا اول ما لاحظنا ان في على السوشيال ميديا احد المواطنين كان مقدم كاتب ان في اصابات في قطيع من الابل وفي حالات موت ونفوق، هو طبعا ادى الموضوع اكبر من حجمه شويه. يعني الصور انا لما شفتها بخبرتي يعني الكلينيكيه في العمل انا قلت ان دول حالتين قبل ما اللجنه تتحرك. تحركنا على الفور طبعا بتوجيهات من معالي الوزير اللواء خالد الشهيد محافظ مطروح مع اول ضوء طبعا. راحت لجنه من اداره الطب الوقائي بالمديريه والابيديميولوجي، واستعنا كمان بالصحه معانا بالمره مديريه الشؤون الصحيه عشان يبقى الناس بتوع الطب الوقائي يعملوا برضه سيرفي على الموضوع وياخدوا عينات ونقفل على الموضوع من جميع الجوانب. توجهوا طبعا منطقه صحراويه واعره جدا جنوب السلوم، وعينا القطيع. اصلا القطيع عباره عن 47 راس من الابل. 47 ايوه. النافع كان هم فعلا حالتين فقط لا غير. الحالتين دول تم عمل صفه تشريحيه كامله ليهم، وده كان واضح في الصور، واخد عينات من الاعضاء وتم توقيع الكشف على باقي القطيع. القطيع بقيته كله بحاله جيده الحمد لله، ما فيهوش اي مشكله. عظيم. وسحبنا منه عينات، وسحبنا برضه وخدنا عينات من النباتات اللي اتطلع عليها الابل. كل ده عشان نبعته للمعامل المركزيه بتاعه وزاره الزراعه، المعهد اللي هو معهد بحوث صحه الحيوان عشان ناكد النتيجه. طيب النتيجة المبدئية اللي احنا يعني لا تدع مجال للشك ان هو مرض بكتيري الباستريلا ده بان معانا بعد عمل الصفة التشريحية وفتح الجثة بالاشتراك مع استاذ الامراض المعدية اللي كان موجود مع اللجنة. عظيم. طيب بما ان هي بكتيريا وحضراتكم عارفين هي الباستريلا، هل عندنا مثلا لقاحات بتتاخد بصفة دورية للابل حتى لا تصاب بهذه البكتيريا؟ طبعا يا فندم موجود لقاحات لكل الامراض دي اللي بتصيب الابل وتصيب بقى الحيوانات. وده كمان منتج محلي يعني نفخر بيه اصلا بتاع معهد بحوث مصر واللقاحات. ولكن برضه الابل في مشكله فيها ان هي بتبقى اغلبيتها حضرتك بترعى راعي جائر في داخل الصحراء، مع يعني مش حتى قريب من الطرق، بتبقى في مناطق جبليه واعره وبتستحمل طبعا ان هي تقعد من غير ميه ما يقارب شهر، وخاصه احنا في موسم دلوقتي بعد الامطار القويه. الاعشاب دي لما تغذى عليها توصل لغايه شهرين او ثلاثه كمان ما بتشربش ميه يعني. طيب عظيم. لكن احنا طبعا اوصينا بصرف علاجات معينه لبعض الحالات. كان في حوالي 5 حالات بتعاني اعراض متوسطه تنفسيه بسيطه، وان شاء الله مع النتيجه النهائيه طبعا هنعرف التشخيص النهائي
من المعمل ونبدا نتعامل مع الحاله دي بالظبط ايه يعني. عظيم. طيب هل لو الابل اصيبت بهذه البكتيريا بتموت في الحال ولا ممكن نلحقها؟ عشان برضو اهالينا اللي عندهم ابل في مطروح يكونوا فاهمين برضو الموضوع ده، لو شفنا ايه على الابل فنبتدي نتوجه على طول للطب البيطري عشان نلحق هذه الابل. هو للاسف يعني مرض الباستريلا من الامراض اللي هي بتسبب دايما الموت المفاجئ، يعني الموت المفاجئ ده في الحيوانات بيسببه بعض الامراض زي مجموعه اللاهوئيات او اللي تسمى الكوليستريديا ومجموعه الباستريلا اللي هي التسمم الدموي بدون اي اعراض. بدون اي اعراض بتبقى نادره يعني. الابل طبعا عشان مقاومتها عاليه شويه بيبدا يعني يدي اعراض تنفسيه ويكح وزي ما يعني واضح في الصفه التشريحيه، لكن باقي الحيوانات ممكن يحصل صدم بيتس او الموت المفاجئ يعني. عظيم. طيب هل هي معديه؟ لا لا يا فندم مش معديه خالص خالص، لا 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 نهائي. عظيم. لا لا لباقي الحيوانات ولا للبشر يعني، يعني مش من الامراض المسجله ان هي من الامراض المشتركه بين الحيوان والانسان. هي بكتيريا بتسبب تسمم في الدم بس، بتسبب تسمم في الدم وما بتظهرش يا فندم الا لما الانسان بيتعرض، سوري معلش، لما الحيوان بيتعرض لعمليه اجهاد او تغيرات جويه او يعني اي حاجه تاثر على المناعه. وده غالبا يعني رايي كان استاذ الامراض المعديه اللي معانا واللجنه انه نتيجه التغيرات الجويه المفاجئه اللي احنا تعرضنا لها في الفتره الاخيره يعني. لكن النتيجه احنا في الاخر اتحركنا برضو عشان نعمل حملات توعيه للناس يعني وللكشف كمان على الابل. الحمد لله طبعا احنا عملنا تقصي برضو في نفس المنطقه عند حد فيه اصابات ثانيه، لا مفيش. تقصينا في المنطقه كلها اصلا انه مفيش اصابات غير عند الراجل ده بس، ومش وفي عدد بسيط جدا مش في كل القطيع. احنا الحمد لله يعني نجحنا ان احنا نتحرك سريعا لان احنا يعني عندنا في محافظه مطروح طبعا محافظه مترامية الاطراف، فاحنا ما بنعتمدش على الروتين الورقي بقدر احنا بنستخدم وسائل التقنيه الحديثه في الاتصالات. يعني قرار اللجنه وهو تقدر تقول حضرتك ان كله ظهر يعني من معالي المحافظ ليا بتشكيل اللجنه وبرده عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. المهم ان هو انجاز المهمه اولا وبعد كده نبدا نبحث عن الاوراق. فعلى وجه الصوره احنا الحمد لله يعني عرفنا النهارده بالليل مع اول ضوء كانت اللجنه متوجهه هناك وواصله لجنوب مدينه السلوم. هايل. نشكر حضرتك الدكتور سعد جويلي وكيل وزاره الطب البيطري بمطروح.